لوفت بقى وسيادة النائب طارق رضوان في المدينة. سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك في التاسعة. مساء الخير يا دكتورة، ازي حضرتك يا فندم؟ سيادة النائب، مبدئيا خلينا نسأل أولا النهاردة، ما الذي يجعل خروج 33 من المحبوسين احتياطيا خبرا من الأساس؟ يعني من المفترض أنه بعد ما بتنتهي مدة الحبس الاحتياطي الناس خلاص، إذا لم يكن يعني هناك ما يدينهم بيتم خروجهم مباشرة. إيه الجديد أو إيه اللي كان بيعوق هذا الإجراء القانوني؟ وبالتالي نعتقد أنه النهاردة ما تحقق هو أمر مهم جدا أننا نلتفت له. بداية يعني هذه الدفعة هي دفعة مكملة لعدة دفعات يعني خرجت خلال الفترة الماضية، يمكن ده نتيجة لجهد مبني قامت به أجهزة الدولة بشكل كامل، سواء كانت المؤسسات التشريعية أو المؤسسات التنفيذية أو لجنة العفو الرئاسي، وهي المنوط بها إعداد قوائم العفو اللي عرض على السيد رئيس الجمهورية. يعني الذين تم تقديمهم أو حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا رأي هم أصحاب رأي، اتفقنا أو اختلفنا، ولكن هناك رؤية لكل واحد فيهم. أعتقد أن انصهار هذه الرؤى من خلال الحوار الوطني اللي أنا شايف أنه بيتمخض عنه إنجازات كبيرة جدا، خاصة في الثلاث محاور الرئيسية سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. أعتقد أن الحوار الوطني هو سلم من عدة أضلاع تم بنائها سابقا للحوار الوطني، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مرورا بإعادة تشكيل لجنة العفو مرة ثانية وإطلاقها في رمضان الماضي، ثم تباعا تمخض عن هذا الدعوة للحوار الوطني. الحوار الوطني يضم رموزا وطنية من جمهور الشعب. لا سيادة النائب، قبل ما نتكلم عن الحوار الوطني، الحقيقة أن مجهودات فكرة أو ملف المحتجزين في قضايا رأي هو ملف مهم جدا. بنسبة كام في المية نقدر نقول أنه تم هناك إصلاح إجرائي بالأساس، مش بس أنه الأسماء التي تعرض على سيادة الرئيس وهو بنفسه الذي يعني يقوم بالعفو عنهم أو بتقديم عفو رئاسي، في إصلاحات إجرائية نقدر نقول أنها مبشرة تيسر الأمور حتى للمستقبل؟ بالفعل طبعا، يعني احنا لو بصينا على خلال 8 سنوات الماضية، دولة طالعة من تحديات كبيرة جدا، من ثورتين، حراك مجتمعي بشكل سريع وديناميكي جدا، ايضا على الناحية الاخرى تحديات اقتصادية مرت بها الدولة المصرية نتيجة للثورات وتغيير الأنظمة، حصل حالة من عدم الاتزان الاقتصادي وتمخض عنه العديد من الأصوات التي كانت تطالب بإصلاحات في مجال معين من منظورها زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة وأشرت إليها، ولكن كان هناك لزام أن يكون هناك حالة من التوقف وتحديد الرؤية وتحديد الأهداف وتحديد الاستراتيجية التحرك. يمكن النهاردة أنا هرجع تاني اللي الحوار الوطني، لأنه هو خطوة تالية للجنة العفو الرئاسي. يمكن الثلاث محاور الرئيسية في الحوار الوطني هو رؤية، تحديد رؤية، تحديد استراتيجية، تحديد أهداف، تحديد مراحل تنفيذ. دورنا إحنا كمؤسسات تشريعية أو مؤسسة تشريعية أو مؤسسات تنفيذية في أجهزة الدولة المختلفة هو تنفيذ هذه الاستراتيجيات. لعل وعسى سيتمخض عن الحوار الوطني بإذن الله، يعني وضع استراتيجية وطنية للاقتصاد، استراتيجية وطنية للحقوق السياسية، استراتيجية وطنية للتنمية المجتمعية، ويعني يمكن احنا شايفين ان هناك دعوة لعقد مؤتمر اقتصادي شامل لكي نسمع انفسنا، يعني لكي يكون هناك حالة من التشاور والعرض وانصهار هذه الرؤى او هذه الاهداف الخاصه بمختلف الاطياف المعنيه سواء في المجالات الاقتصاديه او
السياسية أو الاجتماعية. أنا بشكر حضرتك سيادة النائب، شكرا جزيلا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. ملف حقوق الإنسان يبقى واحد من الملفات الهامة جدا، سواء كان يقترب منك بشكل مباشر، شخص تعرفه، شخص أنت مهتم بمتابعته، أم تراه ملفا بعيدا ولا يخصك بشكل شخصي، إنما هو خصوص سلامة المجتمع، سلامة أو وحرية الرأي والمساحة المتسعة للجميع، لأنه هذا وطن يتسع حقيقة للجميع.